لكم اليوم الطبخ ديالنا كثير سهل وبسيط، نحضره في وقت قصير وأكلة خفيفة، وهي المقادير كالتالي: عندنا بطاطا قطعين دوائر، عندنا الماء كأسين تاع الماء، عندنا فنجان زيت، عندنا العكري نصف ملعقة عفوا صغيرة، عندنا الفليو، عندنا الكمون، عندنا الثوم مقطع دوائر أو مرحي كيما تحبي، عندنا فلفل حار إذا حبيتي، إذا ما حبيتيش تقدري تستغني عليه، عندنا زوج حبات بيض. والآن نبدأ في التحضير شطيتها بالفليو ديالنا. يلا بسم الله نبدأ نديرو الزيت نتاعنا كما راكم تشوفوا، نديرو الثوم اللي قطعناه، نضيفو العكري، نضيفو الكمون هكذايا، كما راكم تشوفوا خليه يتقلى لي شويه ماشي بزاف بما يتحرقليش العكري. الان نضيفوا الماء تاعنا، خلوهاش حتى يتحرق لنا، نضيفوا البطاطا كما راكم تشوفوا، نضيفوا انا ندير مغرفه تاع ملح مغرفه صغيره، ونضيف انا طوماطيش، يعني هذا اختيار، حبيتي ديريها بالطوماطيش ولا حبيتي ما تستعمليش الطوماطيش كيما حبيتي، ولكن يعني انا نحب نستعملها طوماطيش. اذا حبيتيها مرقده ولا حبيتيها طوماطيش حد ترحيها وتضيفيها من الفوق، تخلطي كل شيء مع بعضه وتخليه مده يعني ربع ساعه، لانه في الكوكوط دائما نقول لكم طيب في الكوكوط يعني ما يستغرقش وقت كثير. والان نغطوها مدة 10 دقائق او 15 دقيقة ونحيدوها من الفرن. والان كما راكم تشوفوا بعد ما شطتها نتاعنا طابت لنا، نضيفوا لها البيض خلطناه مع الفليو كما راكم تشوفوا، نزيدو نخلوها مدة 5 دقائق ونطفو عليها، نشرب شوية الماء ونطفو عليها. الان كما راكم تشوفوا هاي طابت لنا، طفينا عليها، دوك نقدموها في صحن التحضير. هذه هي النتيجه اليوم، الجواز شطيتها بالفليو، ان شاء الله تنال اعجابكم، ما تبخلوش عليا بلايك، والى اللقاء الى الفيديو القادم ان شاء الله.